أريد أن أعير انتباهكم إلى بعض هذه الأمور في هذا التقرير. هناك بعض تشويه للحقائق وأيضا لم تصدق أو لم يتم إعارة الانتباه إلى شهادة الشهود في هذه القضية. وفقط اتخذ شهادة 7 من 15 شخص الذين كانوا من المشاركين في هذه القضية، وعدا عن ذلك تم استخدام ازدواجية المعايير في الكثير من عملية التحقيق، against the Syrian government while totally ignoring the role of the White Helmets, the arm of Al-Nusra Front and other terrorist organizations who played a special role in implementing the agenda of the countries who were behind the whole war in Syria, in particular using this instance as a pretext to justify the war أو المحاربة هذه المنظمات والتنظيمات، وأيضا كان هناك مشاركة من قبل فرنسا وبريطانيا، وكانت هناك اتهامات من قبلهم تجاه سوريا في استخدام قنابل نووية في 4 من أبريل 2018. تضمن التقرير بعض المعلومات حول التنظيمات الإرهابية التي لها صلة باستخدام هذه الأسلحة الكيميائية، وحيث تضمن التقرير أنه أن علبتين معبأتين بهذه الأسلحة قد تم العثور عليها في المباني التي كانت تقع تحت سيطرة الإرهابيين. وأيضا الوفد السوري والوفود من قبل روسيا أيضا واللجنة تحديد الحقائق وجميع أعضاء الذين شاركوا في هذا التحقيق في دوما، ولكن فإن ردة فعل بعض الدول قد سبب إعاقة لعمل هؤلاء الخبراء في هذه القضية، وكان هناك تم تقديم طلب في 11 من مارس عام 2018 تجاه التصرف العام أو هذه العملية التي جرت وكيفية استخدام التقنية العلمية في هذه العملية. وتم تسريب بعض هذه المعلومات، وهذا الأمر يثير الشك أيضا في حقيقة هذا التقرير الذي تم من قبلهم. وبشكل عام قد كان واضحا بأن هذا كان التقرير له نوع من التحريض والاستفزاز الدولي تجاه الحكومة السورية. فمن المهم فيما تضمن تقرير هندرسون بأنه أن هذين العبوتين التي تم العثور عليهما في دوما أو الحاويتين فقد تم جلبها بشكل يدوي هناك وضعها في هذا المكان. السيد هندرسون ليس وحيدا في رأيه هذا، ونتائج التحقيق التي تم نشرها مؤخرا في الموقع الإلكتروني لهذه المجموعة يؤكد على أن مثل هؤلاء الأشخاص كلهم متفقون في رأي واحد، وسوريا تؤمن ب
أما في صدق أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعملها، ولهذا فهي تدعو الأمانة التقنية لهذه المنظمة للنظر في سياستها، سياسة التحقيق مرة أخرى فيما حدث في الدوما، والكثير من الآراء تظهر والتقارير بأن من ضمنها تقرير هندرسون ووجهة نظر الخبراء الآخرين. وأريد أن أكرر بأن الحكومة السورية مرات عدة دعت إلى إجراء تحقيق من أجل التوصل إلى صيغة معينة وللتوصل إلى نتيجة بما يتوافق مع مبادئ المنظمة. وقد تم إرسال رسالة في مايو الماضي إلى أعضاء هذه اللجنة من أجل مناقشة هذه القضية من جديد، وأعيد بأن الحكومة السورية قد بذلت أقصى ما في وسعها من أجل التوصل إلى النتيجة حقيقية لهذه القضية والوصول إلى الحقيقة، وأن لا تتعرض هذه الحقيقة أو النتائج التي يتم التوصل إليها إلى أي ضغط من أي طرف خارجي. وأريد أن أشير مرة أخرى بأن سوريا قد قامت بمسؤوليتها بشكل كامل من خلال تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. أشكركم لقدومكم إلى هنا وسماعكم لي. أشكر السيد صباغ، ونعيد نعود إلى الضيوف هنا ونعطي الكلمة للواء كيت. سيداتي وسادتي، إن النتائج الرسمية للتحقيق الذي قامت به لجنة تحديد الحقائق في سوريا وقد تم نشره في الأول من آذار عام 2018، يؤكد هذا التقرير أنه تم استخدام المواد الكيماوية في دوما كأسلحة كيماوية. ومع ذلك مواد التقرير ونتائجها تؤدي إلى أن هذه العبوات تم رميها من طائرات. إن روسيا الاتحادية قد صرحت مرارا بأنه في دوما تم تنفيذ تخطيط وتنفيذ عملية استفزازية، وتم قدم خبراؤنا دلائل على هذا الاستفزاز من حيث صفات العبوات والثغرات الناتجة عنها، وأن هذه العبوات قد جلبت باليد.